ويا أهلا يا سكر، أهلا فيكم معي اليوم. أنا بيان ورجعت لكم من جديد بفيديو جديد. فيديو إن شاء الله رح يكون رواق نشاط وقومة أمل بالله من بعد فترة الاكتئاب اللي مرقت فيها. الحمد لله هلأ رجعت صح صحة، رجعت أقوى، وحابة نقلكن هي الطاقة الحلوة اللي عندي إياها لحتى أنتو كمان إذا حاسين هيك بشوية كسل ولا حتى هيك زعلانين شوي تروقوا هيك معي بهذا الفيديو. ويلا تعوا معي على هالفيديو الحلو. صار لي فترة عم ببدأ يومي هيك بنشاط، أول ما بفيق بعد ما رتب أمور الأولاد بروح على النادي وباخد هيك طاقة حلوة من الرياضة. بعد هيك بفطر فطور صحي. هلا هون كنت عاملة للولاد باللانش بوكس بانكيك فكان زايد، عملتها هيك قطعة كبيرة وبعدين قطعتها وأكلتها مع شوية موز عسل هيك شوية صغيرة. بعد هيك حطيت على شيء احضره وقعدت اطوي الغسيل. هيك بحب بلش الصبح بشيء نوعا ما يكون رايق، يعني ما بحب اقوم اعزل البيت، عرفتوا علي كيف؟ بحب بلش بالمهام الهادية اللي هيك رواق. من بعد هيك بيجيني نشاط، وكونوا الأولاد من غير شر مو موجودين بالبيت بالمدرسة فبقوم بعمل المهمات اللي ما فيني اعملها لما يكون الأولاد بالبيت. مو شغلة كناسة ولا شغلة جري ولا هيك شغلة بدها روقان يعني. فقمت كان عندي اليوم لازم نزل التياب الشتوية لإلي، كنت منزلة تياب الأولاد بس تيابي لا لسه، فاليوم كان علي إني نزل التياب الشتوية الخاصة فيني. فقمت هيك مسحت قلب الخزن من جوا، نظفتهم كتير منيح، وبعدين صرت بدي أرتب كل شي بأماكنه. طبعا شوفوا هلأ عم ساوي غرفة النوم بس ما بعمل كل شي دفعة واحدة، بقسمهم على الأيام لأنه بالأساس أنا عندي مهام يومية لازم أعملها بالبيت، عرفتوا علي؟ عندي روتين صباحي وروتين مسائي، هدول اللي منظمين لي وقتي ومنظمين لي بيتي نوعا ما. فأنا إذا بدي مثلا أشتغل أعزل يعني تعزيل كامل لغرفة معينة فأنا بدي أقصر بشغل البيت، أو بدي صير معصبة يعني ما عاد تكون رايقة مع أولادي أو هيك انضغط يعني، أو صير مثلا أعمل الشغلات هيك إنه مو من قلبي فما بتطلع مرتبة مثل ما بدي. أما هيك لما بقسمهم على الأيام بحس حالي مرتاحة وهيك بتترتب أموري على رواق، عرفتوا علي؟ عندي هدول المحارم المعطرة صبايا جبتهم للتنظيف، هن الخاصين بالتنظيف. ياي شو ريحوني، ريحوني أول شي بالإزاز بالمرايا حتى بقلب الخزن. لأ أنا كتير بحب المحارم المعطرة بالتنظيف خصوصا لهيك أشياء، يعني بالأساس هي ما بتكون كتير موسخة بس غبرة. فهدول المحارم ريحوني، عيبهم الوحيد إنه ريحتهم تقيلة. أنا بالنسبة لإلي ما بعرف، أنا عندي حساسية يعني من الروايح بشكل عام، وأساسا بحس إنه مبين على صوتي هلا، خصوصا بس يجي الصيف، فهيك ريحتهم تقيلة. ريحة نظافة حلوة أوكي بس إنها تقيلة شوي. وتعالوا لأحكي لكم على أحلى سر لحتى تضل خزانتكم مرتبة ونظيفة أغلب الوقت إذا مو كل الوقت. أول شي وأهم شي وآخر شي هذا السر اللي هو إنه ما تكتري غراض، ما تجيبي كتير تياب. أنا من النوع اللي بحب شوف هيك مساحات فاضية بقلب الخزانة، بحب شوف إنه في فضا. مثلا هدول الدروج اللي هلأ أنتو عم تشوفون، أنا هدول بس حطيت فيها مثلا الدرج الأول، حطيت فيه الشالات بهي المنظمة تمام. بس مثلا فوق العلبة اللي حاططها فوق هي فيها بس بكلات بنتي وشكالاتها وهيك يعني هدول الأشياء، وبس خلص هيك بس خلي فاضي. الدرفة اللي تحتها مثلا تياب النادي لنفترض، يعني كنزات النادي حطيت وهيك هاي الأشياء. والعلبة اللي محطوطة حدها هي بس العطورات والشغلات اللي ما كتير عم بستخدمهم هلا، ما بدي أحطهم على البيرو عندي
اللي تحت بس البناطرين، واخر شي من تحت عندي محارم، وكمان بهي العلبة حاطة هيك كمان شوية. وانا من النوع اللي كل اسبوع او كل ما اشتري غرض تقريبا بينغرض من عندي وبعطيه لحدا. وفعلا هالشغلة عن جد راحة نفسية وهيك طاقة حلوة، بتخليكم دايما انه مثلا تشتروا شي جديد او يكون في مساحة لشي جديد. هلا الخزانة عندي نصين، يعني اسمين. الاسم الاول مثل هلا هذا اللي عم بشتغل فيه اليوم، الاسم الثاني رح اتركه لبكره، كمان رح اشاركه معكم بهذا الفيديو. فهون عندي التعاليق امتن كلياتهم، كمان بدي امسحها كتير منيح ونظف كتير منيح ورجع التعاليق هيك بشكل مرتب. وكل مره بنظف فيها الخزانه بشوف شو الشيء اللي عن جد ما عم بستخدمه وبقيمه. هذا الجاكيت اللي عم علقه هو جديد لسه ما لبسته ابدا، فبنبسط لما احط قطعه جديده بالخزانه. شريته جديد وبحسه هيك عملي فوق البيجامات وفوق يعني اي لبسه مثلا للطلعات السريعه السريعه. بس وهي هيك الترتيب النهائي بالنسبه للقسم الاول من الخزانه. بس هيك بحس انه عن جد بيضلوا اطول فتره ممكنه مرتبين. هلا بهذا اليوم طلعنا على المول انا وولادي، لعبتهم انبسطوا، اشتريت هيك شوية اغراض لإلي اغلبهم للنادي، اشتريت كنزات وهيك بناطرين رياضة وهيك الاشياء، يعني لحتى هيك حمس حالي اني ضل مستمرة. ما بعرف بحس هاي الاشياء الصغيرة بتحمسنا اكتر. وكمان مثل ما شفتوا جبت شنطة كتير حبيتها، بحب الشنات الصغار. اليوم الثاني اليوم امبارح ما كملت الشغل اللي علي اساسا، ما كان فيني كمل، فاليوم هيك رح طلع التياب الشتوي احطهم باماكنهم واعمل شوية ترتيبات. بهي الاثناء خليني دردش معكم واحكي لكم على شيء كتير مهم انا هلا استنتجته استفدت منه، او يعني شلون بدي اقول لكم شيء هلا عم بيصير بحياتي بحس انه اذا حكيت لكم يا انتم رح تستفادوا منه، واللي هو كيفية استعادة السيطرة على حياتنا وكيف فينا نضل مستمرين برغم كل المشاكل اللي عم بتصير، برغم كل الاكتئابات اللي عم تفوت لقلوبنا والهموم والمسؤوليات والضغوطات. كيف فينا نحن نستمر؟ من وين نجيب الطاقة الإيجابية ونحن نقدر نكفي؟ كلام عملي او هو مو كلام، مجرد كلام، هو شيء رح يوصل لقلوبكم، رح تفكروا فيه، رح تقولوا ايه عن جد بيان مع حق بالكلام اللي عم تحكي، ورح تقدروا تطبقوه، ورح تطبقوه لا اراديا بس رح تسمعوه مني. انا من الناس اللي الحرب بالذات كتير بتأثر فيني، بتضايق، بتكركب، بتتخربط حياتي، مشاعري، افكاري. وهي المرة هيك اكتئبت هيك، يعني فتت بهي الحالة،
تمام. اول شيء انه حسيت حالي اني قوية واني بدي ادعم وبدي احاول اعمل شيء. بعدين لما شفت حالي قديشني انا عاجزة اني اعمل اي شيء اكتئبت. يعني لاحظت انه هي الشغلة مو بس بالحرب، انه بكتير بحياتنا بتصير معنا مشاكل، فنحن لما ما نقدر نعمل شيء بنقول لحالنا خلص بنستسلم، بيكون هذا الخيار المريح، اكتر خيار مريح لإلنا. رح احكي لكم اكتر بالموضوع، بس هلا هون خلصت القسم الثاني من الخزانة. كنت عم بشرب قرفة، ويا الله شو راحة نفسية بعد ما تترتب الخزانة. حطيت الكنزات والهودي اللي عندي من تحت، مع انه هذا القسم للتعليق، بحس لو كان فيه رفوف قدي رح يطلع مرتب، بس يلا هيك تمام. وانا عم رتب الشنط لقيت باحدى الشناتي ممنوعات نسكافيه من ستاربكس. طبعا هلا نحن مقاطعين، صار لي زمان مقاطعه، بس هدول صار لهم عندي كتير كتير زمان، لقيتهم بقلب شنطه وقد دورت عليهم بوقتها وما كنت لاقيهم، طلعوا بقلب شنطه من الشناتي وصار لي زمان ماني لابسته، صار لي شيء 3 شهور معلقين ولا اكثر والله يمكن. فبعدين هيك حطيتهم، طبعا اكيد ما عاد اشتري واكيد مقاطعه، ومحاول قد ما فيني ادور على بدائل. وحتى بحب اني شاركها معكم لحتى انتم كمان تستفادوا. هلا هون حتى الشباك نظفته بنفس هاي المحارم، عن جد كتير ظريفه للازاز. انا معزل الغرفه قبل بمره تمام، بس بعد هدول الشهرين اللي هيك الشهر يعني اللي اكتئبت فيه حسيت تراكم علي الشغل، حسيت بده تنظيف من اول بجديد البيت. هلا هون كمان الحيطان انا بوقتها مسحتهم بالممسحه الكبيره تمام. او هلا شو عملت، عملت خلطه اللي هي الجيف، شفت ضحى هون حاطه جيف وعم تمسح الحيطان فيه وعم ينضف معه، حطيت جيف، حطيت شويه دواء غسيل، حاولت نظفهم بهي الممسحة الخضراء ما استفدت، يعني ما لقيت النتيجة، لقيت انه مثل اول مرة لما مسحتهم بالممسحة الكبيرة. فتذكرت انه انا عندي هي السفنجة السحرية، وقبل مرة مجربتها وكتير ظريفة، صرت غطة بقلب المي وامسح وشوفوا النتيجة. عن جد النتيجة رائعة. أنا عندي هي الغرفة بالذات كانت غرفة الأولاد، كانت كتير فيها شخبيط، فقعدت يمكن أكتر من ساعة منظفها، بتهلكي وأنت عم تنظفي لأنه السفنجة صغيرة يعني. فقعدت ساعة منظفها تماما كلياتها، وقديش صار في فرق، طلعت بتجنن عن جد. جربوها صبايا اللي عايشين بتركيا، بتنزل بالبيم أحيانا، أنا وقت اللي بتنزل بالبيم بجيب كميات كبيرة لأنه مو دائما بتكون موجودة يعني. ونظفت كل الحيطان وصاروا عم يلمعوا لمع، يعني عن جد هي الممسحة السحرية أو السفنجة السحرية سحرية.
طبعا انا اشتغلت غرفة النوم على 3 ايام. اول يوم مثل ما شفتوا رتبت قلب الخزن، تاني يوم طلعت الشتوي، واليوم مسحت الحيطان وهي الاشياء، وكمان يعني هيك عملت المسحة الاخيرة للارضيات والتنظيف الاخيرة. هلا انا ابدا ما بحب صور بهي الغرفة ابدا، لانه عتمة دائما، يعني صبح ظهر مساء دائما، اذا ما بتشعلوا الضوء ما بتشوفوا شيء قدامكم، يعني عتمة عتمة مظبوط. ففي فرق بينه وبين بقية البيت، هو البيت بشكل عام يعني ما كتير موضوع عندي، فعندي معاناة بهذا الموضوع. هلا هون مثلا فاتحة البرادي والباب لحتى طالع هذا الضوء، ولا بس طفيته بيختلف. لبينما انا خلصت كان اخي هون حافر لي الكوسه، كتر خير وسلم دياته جد همه بينزاح عن قلبي لما هو يعمل لي اياهم، وشغله غير شكل يلا بدي تاخده. المهم هون كنت عم احضر الحشوه، رحت لملح وكمون، في ناس كتير ما بيحطوا كمون، بحط له لحمه، بحط له بابريكا شوي، بحط له ثوم ونعناع، وشو كمان، بس هدول هن. بس هلا رح تشوفوا طريقتها، وعن جد كتير طيبه بتطلع الكوسه معي. اما هلا خلينا نرجع لموضوعنا. المهم انه نحن احيانا عن جد بتمرق فترات وبتمرق ظروف على الانسان بتكون قاهره، ما بيقدر انه يكفي بحياته اليوميه، ما بيقدر انه يعمل مسؤولياته، حتى ما يعني ما بنقدر انه نعطي اولادنا، لا نعطيه الروقان ولا نعطي يعني 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 كتير كل شيء صعب. تمام، فكيف فينا نحن نستمر، كيف فينا نحن نكفي، كيف فينا نحن انه نحط النقط على الحروف، وانه نحاول ما نتأثر بالشي اللي عم بيصير. اول شيء من بعد ما نستعين برب العالمين وندعي انه يا رب تقوينا، يا رب تساعدنا انه نكفي، يا رب تقدرنا نكمل بالطريق اللي نحن فيه ايا كان يا رب. بعد ما ندعي وبعد ما نقول انه نحن عن جد متوكلين على رب العالمين وكل شيء عم بيصير تحت إرادة رب العالمين، خليني اذكركم انه السوريين صلنا اكثر من 10 سنين بالحرب وما زلنا اغلبنا مستمرين. الفلسطينيين رغم كل شيء هلا عم بيصير عليهم، لكن طلعوا فيهم، ما قالوا نحن مكتئبين، ما قنطوا من رحمة الله، لا بالعكس ليكن مستمرين. هدول الناس اللي عم نشوفهم قدامنا لما نطلع عليهم نحن مكتئبين عليهم، تمام، بس هن مستمرين، نحن لازم نتعلم منهم. هي أول نقطة، هي أهم شغلة، ما بعرف هيك كيف إنه أدركتها متأخرة شوي. يمكن أول ما بلش اللي عم بيصير، أول شي قررت إني بدي أدعم وبدي أعمل وبدي أساوي، بعدين حسيت حالي إنه أنا نقطة ببحر، يعني شو عم بعمل. بعدين فكرت فيه منيح وقلت إنه عن جد لو شو ما عملت، لو كان الشي صغير اللي عم بعمله أنا، بس هو خطوة، هو عم يقدم، هو عم يعطي اي شيء. كتير ناس بتقول يا الله انا هلا اذا بدي اقاطع المنتجات انا يعني هلا انا مقاطعتي بدها تفيد. تمام، حتى لو انت معتبره انه هلا هي رح تفيد، بس حتى لو انت ما معتبره انه هي ما رح تفيد، تاكد انه رب العالمين رح يحاسبك، يعني رب العالمين شايفك انت قادر تعمل هذا الشيء بينك وبين حالك. اذا عملته فأنت رح تؤجر عليه، وإذا ما عملته أنت رح تحاسب عليه، والله أعلم. الموضوع صار أكتر من أنه نحن عم نقاطع لحتى نعمل فرق، صار في واجب علينا يعني. تمام، قال هون بعد ما خلصت طبختي شوفوا العجقة اللي صارت، رح ننظف وارجع لكم. المهم عملت الكوسة مثل ما شفتوا، والخلطة تبع الصوص المرقة للكوسة بتشهي، والحشوة اللي زادت أساسا أنا بعمل حشوة كتير مشان تزيد، بطبخها مشان الأولاد لأنه بيحبوا أكتر. وبس هي النتيجة النهائية لطبخة اليوم، كتير طيبة، بنصحكم تجربوها، رغم أنه أنا كل مرة بعملها بطريقة جديدة، بس هي الطريقة بالذات هالمرة كتير طلعت طيبة بتشهي. فيا رفيقتي اللي هلا عم تسمعيني، انا وانتي برفاهيه انه نحن عنا رفاهيه انه نكتئب او نتضايق او
غيرنا ما عنده هي الرفاهية. هاي شغلة. شغلة تانية، تذكري قد ايه عندك مسؤوليات، تذكري شو أهدافك، شو هدفك بالحياة، أنتي شو بدك من الحياة، وهل إذا أنتي قعدتي واكتئبتي ولا تعبتي ولا مالك نفس تعملي أي شيء، شو رح تقدمي؟ طيب إذا عندك أولاد، أنتي شو الصورة اللي عم ياخدوها عنك؟ تمام، ما هن بيتربوا بالتقليد مو بال انت شو بتقولي لهم. من الاشياء اللي ممكن تساعدنا كمان هي انه نتكيف، نعرف انه هي دنيا ما لنا بالجنة، يعني ممكن اي شيء يصير، لازم نحن نحاول نتكيف. مو ضروري كل مرة نكون مثاليين، نكون كل شيء تمام مثل ما بدنا، ولكن كله احسن من انه نحن نستسلم ونقعد على جنب. طلعي هاي ايه ماما، طلعي والسعي والخطوة أي شيء أنت عم تعمليه قد ما كان صغير، تذكري أنه هو بالنهاية خطوة، هو رب العالمين شايفه أنت عم تؤجري عليه. بنهاية اليوم هيك حطيت مانجا وقعدت أكلها، كتير طيبة ومن الفواكه المفضلة عندي. المهم كان بقيان لي كمان لسه ترتيب المكياج وهي الأشياء، إن شاء الله رح رتبها معكم، بس مو بالفيديو الجاي اللي بعده، لأنه الفيديو الجاي إن شاء الله رح ساوي المطبخ، هيك رح نعمل له ديكور جديد إن شاء الله. والله يقدرني إنه كفي، والله يقدركم إنه كمان أنتوا تكفوا بحياتكم بمسؤولياتكم يا رب. أكيد المهمة ما أنا سهلة، ولكن نحن لازم نكون أقوى. هذا الكلام اللي قلته أنا بدي أذكر حالي وذكركم فيه، وما تنسوني من دعواتكم الحلوة، وإن شاء الله لكم المثل يا رب، وكل شيء حلو وكل شيء خير يا رب. ضلوا بخير واشتركوا بقناتي وحطوا لايك، وشو كمان لسه، ايه، وحضروا الفيديو الجاي. يلا باي، سلام.